يوتيوب بالمجد للأطفال، اشترك الآن. الله، هلا والله، مرحبا. يا مرحبا قائد برنامج، قائد فريق قدها. الله يسلمك، وأنا هنا أعترض وحشينا فيهم تو. أوه لحظة، لا في لحظة لحظة، نسمع، اسمعوا وعوا. يلا تفضل يا سجاد، تعترض لماذا؟ تفضل. لما جيت تعرف تو بالبرنامج قلت مقدم أستاذ وليد وقائد فريق كفو تركي، ليش ما بديت فيني أنا؟ انتم زي لا، انا تعرف ليه؟ لانه انتم نفس حقين الحصاله، الله يصلحكم. جيت قدمت معاهم مره واحده. برنامجنا احلى جد كذا. لا 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 لا، ترى جاي منك مداخله يا استاذ جهاد. أيوه؟ لو سمحت يعني. اوكي طيب. استاذ جهاد الحمد لله، مو بحمد الله، الحمد لله، وش مو بحمد الله، جابلناه في استراحة وضبطنا علاقات مشي. والله كويس. عجل في برنامج قادم مع سجاد يعني ولا؟ يا رب ودنا ودنا. طيب يشرفنا سجاد، حدثني عن البرنامج. حبيبي أول ما كلموك على البرنامج صراحة، طبعا أنا عارف ممكن أخذتوا لقاء قبل كذا نفس الطريقة هذه، لكن البرنامج كيف كان انطباعك قبل ما يبدأ وبعد ما انتهى البرنامج؟ تغير الانطباع؟ لا والله طبعا في البداية والأثناء وما بعد اختلف. يا سلام. في البداية كانت الفكرة في بالي، أتوقع أنها كان يعني أول برنامج من نوعها بالطريقة هذه، 4 أيام في الأسبوع، 3 ساعات وتنافسي في هذه المدة، قصدي في مدد أطفال. ثم من بعدها بدأت البرامج هذه، فما كان عندي تصور واضح وش هي طريقة البرنامج، إيش اللي يبونه بالضبط. لما بدينا وبدأ التنافس وبدأت ما شاء الله أفكار الشباب اللي في الفريقين تطلع، وهذه دائما أكررها، أن ترى أغلب الإبداعات اللي كانت موجودة يعني حنا اللهم موجهين أنا والأستاذ تركي، لكن الشباب اللي كانوا في الفريق معنا الله يعطيهم العافية كانوا هم اللي لهم النصيب الأكبر في التنفيذ، في الإعداد، فما شاء الله عليهم يعطيهم العافية ما قصروا. طب هذه من برامج تتوقع أنه من برامج المطلوبة؟ وش هي الورقة الرابحة؟ الورقة الرابحة. أيوه بسألك. ايوه، انها من البرامج المطلوبه. اي ممكن تكون من البرامج المطلوبه في قناه مجد الاطفال، لان احنا هذه الفقره فقره نسمع دائما نبداها ببرنامج تحت المجر. احنا اليوم بدينا مجدكم بحلته الجديده في الدوره البرامجيه الجديده، وضعنا اول برنامج تحت المجر الورقه الرابحه. فانت هل ترى الورقه الرابحه انه من البرامج اللي تكون مطلوبه انها ترجع مره ثانيه بطريقه جديده او بنفس الطريقه؟ نعم، حسب رده فعل الجمهور مجد. ايوه الجميلين، ان اتوقع البرنامج هذا راح يكون مطلوب بشكل كبير. حلو. مع يمكن يعني يطلبون فيه بعض التعديلات تغييرات، لكن كفكره البرنامج ايوه اتوقع انها مطلوبه. طب لو كانت لو بنعدل عليه جهاد، وش نعدل عليه؟ ترى احنا برنامج معيش، احنا لقاءنا دائما يكون شوي يعني ساخن اكثر، يعني عشان نبغى نعدل، نبغى احنا هذا تحت المجهر زي المطبخ اللي نعدل فيه ونقرر بعدين نقول لاصحاب القرار انه والله ترى البرنامج هذا من البرامج اللي مطلوبه بالطريقه الفلانيه. والله هو بنسبة كبيرة بالنسبة لي كان يعني أشوف أنه كان طالع بصورة حلوة. أيوة. فريقين متنافسين، تنوع الفقرات، فقرات بعضها مطلوب منها تقديم، تمثيل، فصنعوا نجوم. هم أوريدي اللي كانوا معنا من الشباب كانوا نجوم أصلا، لكن ما شاء الله يعني زي ما تقول صقلوا هذه الموهبة والمهارة وظهروها بزيادة. الحصالة جهاد، أشياء كثيرة تتعدل يعني ما شاء الله، ما يحتاج أحد. الحصالة طيب أغنى يغني عن الورقة الرابحة؟ الحصالة شكروا أذانيكم يا شباب. خذ راحتك. لا والله احنا نبغى الكلام بتجرد تحت المجر هذه الآن. ما نسمع ظلام. أنت توقع أن الحصالة أو برنامج شبيب الحصالة يغني عن الورقة الرابحة؟ والله أنا أشوف كلا البرنامجين كان لهم يعني كل واحد فيهم له رونق مميز، هذا كان من حيث أنه في النهاية طريقة الفوز. أيوة. طريقة جمع النقاط كانت فكرة حلوة، حصالة وما حصالة. حلو. فكانت إضافة حلوة عن الورقة الرابحة. لكن كتنوع فقرات أنا أشوف أن الورقة الرابحة كان أحسن، ما أدري يمكنني عشاني عايشت الورقة الرابحة، ما أدري والله. طيب في سؤال، ممكن لو يدمج كذا يأخذ من هنا ومن هنا شيء. حلو. يدمجون بنطلع ببرنامج الورقة الرابحة الحصالة الحلوة. حلو، هذه فكرة جديدة والله. يلا أسئلة من عبد العزيز الآن الشايع والسويلم، يلا تفضل سريع يلا. لا هذول النجوم يعني ما يحتاج اصلا احنا نتعلم منهم، احنا حقين الان بيسأل. لكم طيبين؟ بيسألونك الان، يلا كل واحد يسأل. يلا بخير. ايوه تفضل. في سؤال استاذ جهاد. ايوه الان طبعاً. ايوه الان لو قال لك مثلا استاذ هاني
إنه سوينا نسخة جديدة من برنامج الورقة الرابحة لكن مع شباب غير. أيوة. هل راح تدخل البرنامج أو لا؟ مع شباب قصدك فريق؟ فريق. فريق. أيوة أسماء جديدة. والله شوف بدخل البرنامج عادي ما عندي مشكلة. أيوة. بس طبعًا يعني أتوقع أي واحد يكون له برنامج البرنامج الأول بيكون جوه غير عن أي برنامج بعد. لكن هل سأدخل مع فريق ثاني؟ أكيد بدخل عادي ما هي مشكلة. جميل سؤالك الأخير يلا سؤال أخير عند العز السويلم. أستاذ جهاد بشهادة أستاذ تركي كان يقول أنك كنت مميز جدا في الدخولات اللي تسويها فودي أسأل بما أنكم كنتوا 4 أيام وإحنا كنا 3 أيام فمتى كان الوقت اللي تقدر تجهز فيه الدخولية وكيف كنتوا تجهزون الدخولية إحنا 3 أيام بصراحة يعني نفتش فيها فودي أعرف يعني كيف كان كيف كنت تشتغلون كيف الاوقات وش الاوقات اللي تشتغلون فيها لا لا معلش معلش انا بوقف سؤالك تعرف ليش؟ ليش لانه فعلا تحت المجهر ما هو احنا خلاص البرنامج اول ما اعلن عنه في بيت المجد كل ايام بعدين بعد ما انتهى البرنامج قالوا عنه احنا اليوم نبغى نفصل البرنامج ده نكمله فصفص اي نفصفصه نكمل البرنامج ولا ما نكمله نعدل عليه ولا ما نعدل عليه نجيب نفس الاسماء ولا ما نجيبها ولا نغير ولا البرنامج اصلا يعني حلو وكان جميل في يوم من الايام وفي تاريخ معين ونجيب اشياء جديده خلاص ايه ايش رايك قفلت على سؤالك فكر طيب جهاد يعطيك العافيه تواصلنا كلمه اخيره بس كده عن البرنامج هل ترى من المناسب ان يعود مثل هذا البرنامج سواء بنفس الطريقة أو بطريقة إبداعية أكثر مثلاً أو يضاف عليه أشياء جديدة هو مع أنه إبداعي نعم. صراحة والله أنا أشوف أن البرامج المميزة جداً أيوة. لها يعني لها كذا تميز خاص على الشاشة ولها برضو فرصة أنهم يبدعون الشباب أكثر يا سلام مثل ما قلنا من ناحية تنوع الفقرات تمثيل تقديم مسابقات يا سلام طرح الفقرة ذيك اللي كان فيها يطرحون موضوع للنقاش ويكون فيها أخذ وعطاء فبرنامج مميز جدا يعني واكيد انه بتكون شهادتي مجروحه بما اني كنت من اعضاء البرنامج لا وفايز لا وين طيب احنا نقول مبروك مبروك يا فايز يعطيك العافيه والله صراحه سعدنا بسماع صوتك جهاد وفعلا ترى يعني شهادتي مجروحه في كثير من برامج مجد الاطفال لكن الورقه الرابحه يعني كان له بصمه خاصه ونكهه خاصه من التحدي والتنافس فريقين وكان صراحه يعني 4 أيام في الاسبوع منتظره شكرا لكم جهاد وشكرا لطاقم برنامج الورقه الرابحه يعطيك العافيه استاذ جهاد شكرا لكم لاتاحه الفرصه اني اسمع صوتكم واشارك معكم الله يحفظك يا مالك مع السلامه